الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحبتي أن أرحب بكم والمحاضرة الثانية ببرنامج التدريب الصيفي في مادة تمريض الأطفال. اليوم إن شاء الله هتناول البيزيك لايف سبورت أو ما يسمى بالإنعاش البسيط الأساسي لإنقاذ حياة الأطفال. هذا الموضوع إن شاء الله هو مختصر للسي دي آر أو ما يسمى كارديو بولمونري ريسوسيتيشن، إضافة إلى استخدام جهاز الاي دي في حال توفر هذا الجهاز. متى نطلق على العمل بيزك لايف سبورت؟ نطلق عليه عندما تكون هناك ليميتيشن في الوصول للريسورسز، يعني عندما نكون عنده قلة مصادر، عندنا ما عندنا أدوات متقدمة نستخدمها في مراقبة حالة المريض أو في فحص المريض، يسمى بيزك لايف سبورت. هذا الموضوع هو موضوع جدا مهم، لازم نتعرف عليه ونفهمه، ومن واجب أي شخص يتعلمه سواء كان ميديكال ستاف أو إن كان إنسان عادي خارج الميديكال ستاف. بعد ما تحدثنا عن البي ال اس، نجي هنا نريد نعرف انه ايش قد الوقت اللي يستغرق الدماغ حتى بدون دم حتى يتضرر، لانه نعرف احنا الهدف من عمل الكومبريشن او البي ال اس هو ايصال الدم للدماغ والاعضاء حتى ما تتضرر هاي الدم. طبعا عندنا احنا نوعين، عندنا ريفرسبل دامج وعندنا ريفرسبل دامج. ريفرسبل دامج يحدث اول 3 دقائق، بما معنى انه خلال 3 دقائق اذا رجعنا سوينا انعاش قلبي او رجع دم وصل الدماغ راح ما يتضرر الدماغ ويمشي الحال تمام الى ان يوصل للمستشفى. بعد اول 3 دقائق اذا ما صار كومبريشن ولا وصل دم للدماغ راح يصير ضرر غير معكوس او ضرر غير قابل للتعديل، يعني تموت خلايا الدماغ لعدم وصول الدم الها. بعد ما تحدثنا عن الدقائق الذهبيه وجل استغراق الوقت حتى الدماغ يتضرر 100% بعد عدم وصول الدم الها، نجي نتحدث عن chain of survival او سلسله انقاذ الحياه. هذه السلسلة عبارة عن حلقات ترشدنا إلى خطوات الـ BLS. هذه السلسلة تتكون بداية مع الـ Prevention أو الـ Early Intervention أو الـ Early Detection، يعني بداية مع شلون راح نحدد الحالة وشلون راح نسحب الحالة عن مكان الخطر. بعدها راح نجي على الخطوة الثانية واللي هي Activating Emergency System، بما معنى انه افعل نظام الطوارئ، اذا كان داخل المستشفى اكو فزر خاص بالطوارئ، واذا كان خارج المستشفى معناها اتصل برقم استجابة الطوارئ واللي هو 122. بعدها الخطوة الثالثة هي High Quality CPR، اي عمل الضغطات الصدرية بشكل ممتاز. بعدها نجي على الريسوسيتيشن او الادفانس ريسوسيتيشن واللي هي هاي تدخل مرحله المستشفى، بعد ما ينقل للمستشفى يدخل طوارئ تسمى ادفانس ريسوسيتيشن. بعدها ندخل مرحله بوست كاردياك ريسوسيتيشن، يعني بعد ما سوى الريسوسيتيشن بالطوارئ وهاي لازم يدخل مرحله انه يستقر بها ويسحولها بوست كاردياك ريسوسيتيشن. ما بعد هاي الخطوه انضافت خطوه او حلقه جديده الى السلسله واللي هي انضافت بال 2020 اللي هي سحولها للريكفري يونت او ريكفري ستيج، اللي يدخل بها انه في حال انه صارت عنده فد شلل بمنطقه من الجسم، صار عنده تضرر عوق دائمي، هذا لازم يسوي له اعاده تاهيل ويسحب له ريكفري يونت. بعد ما تحدثنا عن سلسله انقاذ الحياه او تشين اوف سرفايفل، نجي نشوف خطوات بشكل عملي شلون راح نطبقهن على الانفانت وبعدها نطبقهن على التشايلد. نجي على الانفاذ. الانفاذ طبعا اول شغله انه لازم نتاكد من سلامه المكان او السني سيفتي. الخطوه الثانيه انه نفحص الاستجابه ونفحصها من خلال انه نطرق على مؤخر القدم بهالطريقه هاي، تطرق مره اثنين ثلاثه انه نشوف اكو استجابه لو ماكو استجابه. بعد ما انه شفت ماكو استجابه تروح على المجرى الهوائي تفحصه هو والتنفس، يعني تشوف انه المجرى الهوائي مفتوح يتنفس الطفل لو ما يتنفس. إذا كان ما يتنفس أنت لازم تفعل نظام الطوارئ اللي هو Activate Emergency System، إما تتصل أو أنه ترسل شخص للاتصال، يعني إذا كان شخص موجود ترسله أنه نقول له اتصل بال 122 اللي هو رقم الإسعاف الفوري وأحضر جهاز الـ AED إذا كان جهاز الـ AED متوفر. إذا كان جهاز الـ AED متوفر مجرد أنه يتصل بالطوارئ ويرجع لك. إذا كنت لا وحدك لازم أنه تتصل بالطوارئ وترجع تكمل. تجي تفحص النبض، نفحص النبض من خلال البراكيال ارتري او الشريان العضدي بالعضد، تجي تخلي ايدك وتفحص النبض، تستخدم الاصابع الوسطانيات الثلاثه الوسطانيات اللي تفحص بهن النبض. بعد ما فحصت النبض اكو نبض خلاص انه تعطي نفس كل 3 ثواني، اذا لا ماكو نبض انت تبلش بالانعاش القلبي الرئوي. الخطوات انه بالانعاش القلبي الرئوي كالاتي، تجيب الانفانت، طبعا الانفانت يتراوح من شهر الى سنه عمر الانفان. شلون تخليه بهالطريقه هاي؟ اما تستخدم الاصابع اذن اثنين تضغط بيهن، او انه اذا كنت اثنين تلزمه بهالطريقه هاي وتخلي ذني اصابعك هنا بالمنتصف مال الصدر وتضغط بهالطريقه هاي، 1 2 3.
4 5 6 7 8 9 10 11 وهكذا. اذا كان لا ما اخوياك واحد بس انت مجرد وحدك تسلها الطريقه هاي، تخلي الطفل يش سنده وتجيب اصابعك الاثنين تضغط 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. من تريد تعطي نفس بهالطريقه هاي تجي تخلي الانف مال الطفل والفم مالته كلهم بالفم مالتك وتنطي نفس بهذه الطريقه. راح تلاحظ انه ارتفاع الصدر، بمجرد ارتفاع الصدر معناه النفس كان فعال وتستمر بهذا الطريق، قاعد تكمل 1 2 3 وهكذا الى ان توصل 5 سايكل بما معنى انه لمده دقيقتين، يعني 5 مرات اضغط 30 بنفسين 30 بنفسين، هو هذا يسموه 5 سايكل. بعدها ترجع تفحص النبض. طبعا اذا كنت شخص وحدك تضغط بمعدل 30 2، يعني كل 30 ضغطه تنطي نفسين. اذا كان لا وياك شخص ثاني لا تتحول الى نظام انه 15 2، يعني شنو؟ يعني انطي 15 ضغطه بنفسين 15 ضغطه بنفسين وهكذا تسلسل. بعد ما انطيت وصل جهاز الاي اي دي، خلاص انت تربط جهاز الاي اي دي. جهاز الاي اي دي طريقه ربطه كالاتي، انه تلصق قطعه على الصدر والقطعه الثانيه تكون على منطقه الظهر، وهو جهاز وحده راح يحلل ويوجهك اذا كان يحتاج ساقه كهربائيه او لا. بعد ما تحدثنا عن الانفانت راح نجي نتحدث على التشايلد، واللي هو عمره يتراوح من سنه الى 8 سنوات او من سنه الى 12 سنه في بعض المصادر. هذا اللي عمره 8 سنوات طبعا تتراوح البنيه الجسديه من شخص لشخص تقريبا بهالشكل هذا اللي جاي نشوفه. آليته كالاتي، انه نتبع نفس الخطوات، انه نتاكد من سلامه المكان اللي احنا نشتغل به، نجي نفحص الاستجابه. فحص الاستجابه يكون هنا كالاتي، نجي نطرق على الكتفين. تسمعني؟ تسمعني؟ اذا كان ماكو استجابه، اي استجابه من هذا الشخص، سواء استجابه كلاميه او استجابه حركيه، اي استجابه ما عنده، راح نقول له ريسبونسيف. راح نروح نفحص انه المجرى الهوائي ونفحص التنفس بهذه الطريقه، انه نباوع على صدر انه اكو ارتفاع وانخفاض، ونستمع الى المجرى الهوائي اذا كان يتنفس او لا. اذا ما كان اكو تنفس راح نفعل الامرجنسي سيستم، او نفعل الاتصال بالطوارئ من خلال اتصال بالهاتف، او اذا كنا داخل المستشفى نفعل زر الطوارئ. بعد ما فعلنا زر الطوارئ راح نجي نفحص النبض. فحصنا النبض مالته انه موجود عندنا نبض او لا. طبعا النبض من نفحصه؟ نفحصه من مكانين اساسيات، اما من الكاروتيد ارتري اللي هو موجود منطقه الرقبه اللي هو هذا من الجانب، ومنها بجانب استخدام الاصابع الوسط، او نفحص من الفيمورال ارتري يعني اللي هي منطقه اتصال الفخذ بالحوض. نجي نفحص من الفيمورال ارتري يعني من الشريان الفخذي، ونشوف انه اذا كان عنده نبض او لا. بعد ما فحصنا لقينا ما عندنا نبض، راح نبلش بالضغطات الصدريه. طبعا الضغطات الصدريه انه تكون اما تستخدم ايد وحده او تستخدم اثنين ايديك حسب الحاجه وحسب البنيه الجسديه للشخص، يعني تضغط بهذه الطريقه 1 2 3 4 5 6 7، او تستخدم اثنين ايديك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30. بعد ما انطيت 30 ضغطه على الصدر تجي تقفل الانف بهذه الطريقه، انه رفع الثقل وخفض الراس، تقفل الفم وتنطي نفس يعني. بعد ما انطيت النفسين ترجع تكمل الضغطات الصدريه مره ثانيه، 30 بضغطتين، 30 ضغطه على الصدر بنفسين بالماوث. وهذه الطريقه انت تؤدي عمل صحيح. طبعا الضغطات الصدريه لازم انه اكو اشياء اساسيه ومهمه نعرفها بها، واللي هي انه المعدل يكون من 100 الى 120 ضغطه بالدقيقه. العمق يكون 5 سنتيم او ما يعادل 1 third of chest، يعني هذا الصدر انه مقسمه 3 ارباع 3 اثلاث، فانه يكون العمق بهالمسافه هاي تقريبا، اي بما يعادل 5 سنتيم. اما للانفانت يكون تقريبا انه انج ونص، يعني بما يعادل 4 سنتيم من عمق الصدر. هذه الضغطات لازم تكون سريعه قويه بالعمق المطلوب، انه لازم نتبع الريت، انه نطي من 15 نفسين اذا كان طفل وعندنا شخصين، اذا كان شخص واحد لا كل 30 ننطي نفسين.
لازم انه ما ننقطع اكثر من 10 ثواني عن عن الضغطات الصدريه، يعني من ننطي ضغطات صدريه ما نتوقف اكثر من 10 ثواني، لانه ما مسموح لك توقف اكثر من 10 ثواني. لهنا تقريبا سولفنا الخطوات بشكل عملي.